بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى نموذج ثالث لفرض الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن هذا الموضوع اقترحناه في وضعيتين فقط. الوضعية الأولى يقول: لاحظ الوثيقة واحد جيدا ثم أجيب عن أسئلة تالية. ماذا تعني البيانات التالية؟ 54 أم إلكتريسيتي، 54 أم غاز، 23 أم بي أم دي، 12 كيلو وات، ودي أم دي 5 متر مكعب سعر. اثنين: ماذا يمثل الفرق بين البيان الجديد والبيان القديم في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز؟ ثالثا: ما هي وحدة قياس الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية؟ رابعا: جد قيمة الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية المحولتين من خلال وثيقة واحد. إذا لدينا الجدول فيه القيم، ثم نقوم بعملية الحساب المباشر. ثم الوضعية الثانية كما نلاحظ كذلك. إذا نمر إلى تحليل الوضعية الأولى مباشرة. إذا مثل ما ذكر، ف 54 أم إلكتريسيتي، 54 أم هي كهرباء الاستعمال المنزلي، أي هو رمز يدل على أن هذا الكهرباء هو للاستعمال المنزلي. و 23 آم كذلك هو رمز للغاز الخاص بالاستعمال المنزلي، 23 آم. ثم بي أم دي 12 كيلو وات هي الاستطاعة المتوسطة المتوفرة في هذه الشبكة أو لهذا الزبون. و نفس الشيء بالنسبة للدي ام دي، هو التدفق المتوسط للغاز المتوفر في الشبكة لهذا الزبون. ماذا يمثل الفرق على ما أظن؟ نعم، قال بعد ذلك نمر إلى ما هي وحدة قياس الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية. إذا الطاقة الكهربائية هي وحدتها الكيلووات ساعي، والطاقة الحرارية كما نلاحظ هي المتر مكعب ساعي، وحدة الطاقة الحرارية كما ذكر. ماذا يمثل الفرق بين البيان الجديد والبيان القديم؟ إذا فالفرق بين البيان الجديد والبيان القديم ما هو إلا الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية المحولتين خلال الثلاثي أو خلال فترة زمنية. نمر إلى إيجاد الفرق. جد قيمة الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية المحولتين من خلال الوثيقة واحد. إذا لدينا البيان الجديد سجل عليه في الكهرباء 18200، البيان القديم 16000، معناه أن الفرق هو 18200 ناقص 16000 ويساوي 2200. المعامل واحد، إذا المضروب في واحد يبقى المقدار على حاله 2200 كيلووات ساعي. نفعل نفس الفعل مع الغاز، 10500 ناقص 9200، فإن الفرق هو 1300، لكن المعامل بالنسبة للغاز هو في منطقتنا 8.86، بمعنى نضرب هذا المقدار، هذا الفرق 1300 في 8.86، وجدنا 11518 وحدة حرارية. إذا بعد ما وجدنا، نمر الآن إلى الجزء الثاني الذي ينطلق من الوثيقة الأولى. يقول في هذا الجزء لدينا هذا الفاتورة يطلب منا تعبئتها وحساب المبلغ المستحق الدفع. إذا رمز الكهرباء 54 أم، الأشطر بما أن الاستهلاك قيمته كبيرة أكيد سيستوعب الأشطر الأربعة، لدينا سعر الوحدة ونقوم بالعملية الحسابية. إذا فالشطر الأول يأخذ 125، الشطر الثاني يأخذ 125، والشطر الثالث يأخذ 750، لأنه لدينا 2200. إذن الآن 125 زائد 125 زائد 750 يساوي 1000، نطرحها من 2200، يبقى لنا 1200 هو للشطر الرابع. يعني تلاحظ بأن هناك استهلاك كبير، نحن قمنا بأخذ أرقام كبيرة لنفهم كيف يتم الحساب في الفاتورة. إذن قلنا 125 نضربها في سعر الوحدة 1.7787 ونحتفظ بها في المسودة، يعني لا يظهر الرقم هنا. ثم نضرب الشطر الثاني 125 في 4.1789، الناتج الذي وجدناه في الشطر الثاني نجمعه مع ناتج الشطر الأول في سعره،
هنا سيظهر المجموع 744.7، هي الشطر الأول في سعره زائد الشطر الثاني في سعره، هذه هي قيمته. هذه القيمة هي بدون رسوم، يعني ليست عليها ضريبة القيمة المضافة، نطبق عليها 9%. ما معنى 744.7 مضروب في 9 مقسوم على 100 نحصل على الرسم؟ الرسم 67.2 على هذا الاستهلاك. نجمع هذين المقدارين 744.7 زائد 67.2 نحصل على المجموع الذي سوف يظهر هنا، يعني أخرنا الحساب. نفعل نفس الشيء مع الشطر الثالث والرابع، الشطر الثالث في هذا السعر زائد الشطر الرابع في هذا السعر، نحصل على هذه القيمة 10184.52 دينار. هذه القيمة ستطبق عليها ضريبة قدرها 19%، أي هذا المبلغ مضروب في 19 مقسوم على 100 نجد الرسم. إذن يكون الرسم هنا معنا 1935.5. بعد ذلك نقوم بالجمع، قلنا جمعنا هذا المقدار مع هذا المقدار يعطيني هذا المجموع، المجموع بكامل الرسم، ثم هذا المقدار مع هذا المقدار يعطيني هذا المجموع. ثم لديك حق ثابت أو رسم ثابت على استهلاك الكهرباء قيمته 175.70 عليها 9%، بمعنى هذا المقدار نضربه في 9 نقسم على 100 نحصل على هذا الرسم. هذا الرسم الذي وجدناه نجمعه مع هذا المقدار نتحصل على هذا المجموع. إذن الآن نمر إلى مجموع الذي سمي بالعنصر الأول، العنصر الأول توتال إلكتريسيتي، يعني مجاميع الكهرباء. هنا سيظهر لنا قيمة الاستهلاك الإجمالية، يعني 125 زائد 125 زائد 750 زائد 1200 تساوي 2200، وهو الاستهلاك الذي وجدناه في الفرق. إذن قلنا ثم نجمع المبالغ عموديا بدون رسوم، يعني 744.7 زائد 10184.50 زائد 175.70 نجد هذا المجموع. نعم، إذن هو 11104.92. ثم نجمع عموديا قيمة الضريبة على القيمة المضافة 67.2 زائد 1935.5 زائد 15.80 نجد هذا المجموع. ثم نجمع القيم بكامل الرسوم، إذن هذا المجموع 811.72 زائد 12119.57 زائد 191.51 نجد هذا المجموع. إذن لاحظ معي، يعني هذا المجموع عملناه بلون مغاير باللون الأسود، بمعنى إذا جمعنا عموديا هذه العملية الثلاث نحصل على هذا الرقم، إذا جمعنا أفقيا هاتين العمليتين يعني المجموع بدون رسم زائد المجموع الخاص بالرسم يعطيني المجموع بكامل الرسوم. إذن هذا بالنسبة للكهرباء. نقوم بنفس العمل مع الغاز، إذن نقسم الآن الأشطر كذلك. الغاز خذينا كمية كبيرة لكي نحصل على الأشطر الأربعة، الشطر الأول يستوعب 1125، الشطر الثاني 1375، الشطر الثالث 5000. هنا لما نجمع المقادير الثلاثة 1125 1375 5000 يكون المجموع 7500. فاتورتنا فيها 11518، إذن 11518 ناقص 7500 يتبقى لنا الشطر الرابع فيه 4018. إذن نقوم بالحساب بنفس الطريقة التي حسبنا في الكهرباء، الشطر الأول في السعر الأول زائد الشطر الثاني في السعر الثاني نجد الحاصل هنا، هذا هو. إذن 1125 في 0.1682 زائد 1375 في 0.2345 هذا هو المجموع، هذا هو المبلغ الخاص بها. ثم نمر إلى الشطر الثالث، قبل الشطر الثالث نمر إذا أتممنا السطر، هذا المبلغ عليه 9%، يعني الشطر الأول زائد الثاني عليه 9%، 635.41 في 9 على 100 نجد الرسم أو الضريبة. نجمع هذا المقدار بدون رسم مع الضريبة نحصل على المجموع
692.59. نقوم بنفس العمل مع الشطر الثالث والرابع، 5000 في 0.40.25 زائد 4018 في 0.45.99، نحصل على هذا الناتج. أي هذا الناتج جاء من الجداء الثالث والجداء الرابع، الجداء الثالث مجموع مع الجداء الرابع، نحصل على هذا المبلغ. هذا المبلغ الآن عليه 19%، أي هذا المبلغ نضربه في 19 نقسم على 100 نحصل على رسمه. المجموع أو المبلغ بدون رسوم زائد الضريبة نحصل على المجموع بكامل الرسم. ماذا بقي لنا؟ لدينا بريم فيكس، حق ثابت قيمته، هذا للغاز قيمته 85.50، نطبق عليه 9% أي 85.50 مضروبة ب 9 تقسيم 100 نجد الرسم. هذا الرسم زائد هذا القيمة بدون رسم نحصل على المجموع. ثم في هذا السطر لدينا الاستهلاك الغاز كم يساوي، هنا 11518. من أين أتت هذه؟ قلنا ما هي إلا مجموع الأشطر، 1125 زائد 1875 زائد 5000 زائد 4018 تعطينا، وهو الفرق الذي وجدناه في الفاتورة في الوضعية الأولى 11518. إذن الآن سنجد المجموع، المجموع بدون رسوم للغاز بطبيعة الحال، يعني 635.41 زائد 3608.38 زائد 85.50 نجد هذا المجموع الذي هو 4581.29. ثم نفس الشيء نجمع 57 الرسوم 57.18 زائد 347.43 زائد 7.69 نجد هذا المقدار. نجمع هذين المقدارين نحصل على هذا المقدار، أو نجمع هذه المقادير الثلاثة نحصل على هذا المقدار، نفس الشيء. إذن 4993.50 ما هي إلا 692.59 زائد 4700.207.80 زائد 93.19، أو هي 4581.29 زائد 412.30 نجد هذا المجموع. ثم لدينا دروا فيكس، حق ثابت قيمته 50 دينار، وتاكس أبيتاسيون حق على السكن قيمته 75 دينار. مجموع هذين الرقمين سيظهر هنا ويظهر هنا، يعني لا نقوم بالجمع هكذا لنجد هذا الناتج. المهم يعني حتى إذا لم نضعها ليس إشكال، المهم المجموع هذا هو. ثم المجموع 50 زائد 75 يظهر هنا، ثم نجمع المجاميع الثلاثة التي بالأسود. إذا 125 قلت هي مجموع مجموع الحقين دروا فيكس، حق ثابت والرسم على السكن، 50 زائد 75 تعطينا 125، دوناها هنا ليست مشكلة، إذا لم ندونها ليست مشكلة، لكن تظهر في المجموع هنا، ينبغي أن تظهر. لماذا؟ لأنه المبلغ المستحق من أين نحصل عليه؟ من المجاميع الثلاثة التي بالأسود، المجموع النهائي للكهرباء زائد المجموع النهائي للغاز زائد المجموع النهائي للرسوم للرسمين هذا. إذن نجد المبلغ الإجمالي الذي سندفعه في هذه الفاتورة مثلا هو 18241.39، يعني 1,824,000 سنتيم. يعني تلاحظ بأن الفاتورة مرتفعة نوعا ما، ونحن تعمدنا أخذ أرقام كبيرة فقط لكي نستطيع أن نوضح لأبنائنا كيف يتم حساب الفاتورة والتأكد من صحة محتواها والمبلغ المستحق الدفع. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.